القرايه تمثل مصر في حاجه كبيره جدا كاس عالم. كره اليد من الالعاب الجماعيه التي لا تقل اهميه لما بنيجي نلعب، ومش هننسى ان افتتاح اكبر صاله شرق الاوسط استاد القاهره كانت من خلال كره اليد، واكبر جماهير جت لكره اليد، بطولة شعبية كبيرة جدا جدا، يمكن بتظهر في بطولات الاستمرار الحقيقي او الشكل الحقيقي اول ما بيكون في بطولة كرة اليد في مصر او بره مصر. كل الناس زي بالظبط اللي بتشوف كرة القدم بتشوف كرة اليد، وانت اللي تصنع الجمهورية دي، وانت اللي تصنع هذه الشعبية. احنا كلنا موجودين في اماكننا عشان نخدم منتخبنا و ومع لعبتنا، لان يعني انا دراساتي وتخصصي اعلم جيدا مدى ازاي تعد اللاعب نفسيا، الموسم التدريبي شكله ايه، ازاي العوامل المعنويه بتفرق كتير مع اللاعب، ازاي لما بخطط فتره المنافسه وفتره ما قبل المنافسه وفتره الريكفري وفتره الاستشفاء بيكون في الحاجه للاعب ايه بالظبط. فاكيد جزء كبير جدا ان اللاعب لما يشوف وزيره موجود، وبالتالي كمان مجلس ادارته، وكمان النهارده جينا في الحقيقه الاعلام الرياضي، بشكر الاعلام الرياضي المصري ده حاجه عظيمه جدا الحقيقه. يعني احنا عملنا شبه مفاجاه للفريق، ما قلناش ان احنا جايين باعلام، هو في زياره وزير.